تحت شعار بإنقاذ الميناء تتحرر عدن، دعت نقابة عمال ميناء عدن إلى وقفة احتجاجية نفذت أمام مبنى محافظة عدن، ورفعت فيها عدة مطالبات إلى قيادة السلطة المحلية. نطلب من السلطة المحلية 1. تشكيل لجنة لاكتثاث الفساد، معرفة مصادر ميناء عدن إلى أين تذهب، محاسبة الفاسدين وإصلاح الفساد الإداري في صدارة المطالب الواردة في البيان الصادر عن النقابة والتي رفعها العمال المحتجون، كما رفعت مطالب أخرى متعلقة بنقص الآليات والمعدات ما يهدد بتوقف الميناء. أساس الميناء هي هذه التيجان قاطرات تسمى، ولا بد من شرائها، كلها عاطلة ما عدا قطعة واحدة معرضة لأي لحظة بالوقوف، والإدارة تقوم بدفع مبالغ كبيرة لاستئجار تاج من مصافي البريقة رغم أنه دخلنا كبير ومعروف. الميناء التاريخي بمرافقه المختلفة، ميناء الحاويات بكالتكس والميناء التجاري بالمعلى، يستقبل قرابة 50 مركبا في الأسبوع، وتبلغ إيراداته اليومية قرابة 100 مليون ريال. هذا الرقم الضئيل بالنظر إلى إمكانيات الميناء ومكانته يؤمل أن يرتفع ليعيد لعدن نشاطها التجاري ومكانتها الاقتصادية العريقة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.